أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فرق بين الفيء والغنيمة؟ ها؟ يقول أحسن الله إليكم: هل هناك فرق بين الفيء والغنيمة؟ إيه، في فرق. الفيء ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار بسبب الصلح، بسبب الصلح، أو استولوا عليه بالعنوة، استولوا عليه بالعنوة بأن فتحوا بلاد الكفار وأخذوا أراضيهم ومزارعهم. هذا هو الفيء الذي يخير الإمام فيه بين أن يقسمه بين المجاهدين أو أن يوقفه في مصالح المسلمين، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض الشام ومصر والعراق. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أما الغنائم فهي الأموال المنقولة، الأموال المنقولة التي يحصل عليها المسلمون من النقود والثياب والسلاح وغير ذلك. نعم.